قصة حقيقية وقد ذكرت في صحيفة من الصحف العربية ولن أذكر اسمها. نشر القصة صاحب القصة بنفسه وطلب من الصحيفة ألا تنشر اسمه، ولكن فقط أراد من الناس أن يعتبروا به. يقول صاحب القصة: كنت في الجامعة وككثير من الشباب لدي علاقات مع الفتيات. مرة من المرات تعرفت على بنت وكونت معها علاقة كاملة غير شرعية، وظللت هكذا لفترة حتى أنها حملت مني. فلما اكتشف أهلها الأمر وأخبرتهم الفتاة عني، جاءني أخوها يتهجم علي، فقلت له: أنا لا أعرف هذه البنت، انظر من أين أتت بهذا الحمل، وتركته وذهبت، ولأنهم لا يملكون ضدي أي شيء تركوني. نسيت أنا الأمر. بعد سنوات دخلت المنزل ذات مرة فإذا أمي على الأرض مغشي عليها، أحاول أن أوقظها، فإذا استيقظت صرخت ثم أغمي عليها مرة أخرى، أوقظها مرة ثانية تصرخ وتسقط ثلاث مرات، حتى قلت لها: أمي ما الذي حدث؟ تصرخ تقول: أختك. قلت: ما بها أختي؟ قالت: إنها حامل من ابن الجيران. ذهبت إلى ابن الجيران هذا وامسكته، ولما بدأت بالتهجم عليه قال كلمة كانت كالسهم الذي اخترق وسط قلبي. تدرون ماذا قال؟ قال لي: أنا لا أعرف أختك، اذهب وانظر من أين أتت بهذا الحمل. سبحان الله، بالضبط نفس العبارة التي قلتها أنا لأهل البنت الجامعية. والجزاء من جنس العمل. ما انتهت القصة. يقول: تجرعت آلاما نفسية شديدة، ثم بعد سنوات قررت أن أتزوج. بعد الخطوبة وعقد القران تجهزنا للزفاف. في يوم الزفاف أتفاجأ أن عروستي كانت زانية من قبل، وهي تقول لي: أستر علي، سترك الله. فقلت في نفسي: خلاص يا ربي، يكفي يكفي ما أنا فيه، يكفي يكفي عقوبة. يقول: فتجرعت الضربة الثانية وبلعت هذه الغصة بصعوبة، وقضيت معها سنوات سنوات، وأنجبت منها طفلة كأنها القمر. فلما بلغت 6 سنوات جاءت البنت تبكي من الشارع: ما الذي حدث؟ اغتصبها حارس العمارة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تقل إن هذا كثير على هذا العاصي. لا، تلك البنت الجامعية التي بدأ بها في أول قصة كان لها أخ فجع بها، فجعل الله له جزاء بأخته. نعم، وسيكون لها زوج يصعق بها، فابتلاه الله بزوجته. وكان لها أب تقطع قلبه عليها، فابتلاه الله بابنته. والجزاء من جنس العمل، فعليه أن يتحمل عاقبة فعله. وأما من لم يكن له ذنب فيما حصل له في القصة، فهذه ابتلاءات يرفع الله بها عباده ويكفر عن سيئاتهم. وقد طلب صاحب القصة أن تكتب هذه في الصحف ليعتبر الناس بها، فهل من مدكر؟ إخواني أخواتي، ربنا سبحانه غيور، غيور على حرماته سبحانه، وينتقم لها جل في علاه، فانتبه. أسأل الله تعالى أن يسر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. جوهرة تبدو كالضوء البراق، وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق.